منذ 20 مارس 1974 تاريخ تخرج أول دفعة لحافظات الأمن بالشرطة التونسية، الدفعة الأولى عربيا وإفريقيا، تباشر المرأة التونسية عملها في مختلف الأسلاك الحاملة للسلاح ومن مختلف المواقع جنبا إلى جنب مع الرجل دون الاستنقاص من قدراتها البدنية والذهنية، وتضطلع بأدوار قيادية في العديد من مواقع العمل، وتباشر المهام المنوطة بعهدتها بناء على مكتسباتها المعرفية والعلمية التي أهلتها للحصول على شهادة الكفاءة القيادية. كما تحظى النساء المنتسبات إلى مختلف أسلاك القوات الحاملة للسلاح بالدولة التونسية بعناية خاصة كفيلة بجعلها قادرة على التوفيق بين الحياة العملية والعائلية، وهي مكاسب ناضل لأجلها مصلحون اجتماعيون أجلاء. وقد كانت تونس سباقة في مشاركة العنصر النسائي بالبعثات الأممية، حيث كانت البداية مع الشرطة التونسية سنة 2012 وإلى يومنا هذا بالبعثات التالية: الكوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، هايتي، دارفور، مالي، وإفريقيا الوسطى. فضلا عن مشاركات الإطارات النسائية في هذه البعثات من الإدارة العامة للسجون والإصلاح ومن الجيش الوطني، وهنالك عزم من الدولة لتعزيز هذه التجربة لدى مختلف الهياكل الأممية والمنظمات الدولية التي من فكت تشيد بجهود المرأة الأمنية التونسية وتميزها وتألقها بمختلف البعثات الأممية التي نالت شرف المشاركة ضمنها. ولكن الشرف الحقيقي والذي تعتز به كل امرأة تنضوي صلب القوات الحاملة للسلاح ينبع بالأساس من افتخارها بالانتماء إلى هذه القوات. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس 2019 تحت شعار القيادة النسائية والاستثمار في الذكاء تحقيقا لتكافؤ الفرص، تشارك المرأة الأمنية الحاملة للسلاح من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية والدفاع الوطني والسجون والإصلاح والديوانة في معرض وطني ينتظم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاقا من يوم 9 إلى غاية 11 مارس 2019 لتسليط الضوء على إنجازاتها. كل عام والمرأة الأمنية بخير، كل عام والمرأة التونسية بخير.